هو الفخر والاعتزاز بتضحيات أبطال المقاومة في فلسطين ما أخرج اليمنيين في مسيرات حاشدة في صنعاء والمحافظات التي تأتي بعد ساعات قليلة فقط من انطلاق معركة طوفان الأقصى، مسيرات رفعت فيها الأعلام الفلسطينية إلى جانب الأعلام اليمنية تعبيرا عن التأييد والمناصرة للعملية العسكرية الكبرى ضد الاحتلال الإسرائيلي. نبارك لإخواننا المجاهدين في الأقصى هذه العمليات، وما عملية طوفان القدس إلا جزء من العمليات التي سوف تأتي عما قريب بإذن الله، وما على الأمة الإسلامية إلا أن تتحرك وتستغل هذه الفرصة لمواجهة العدو والغاصب وتحرير كل شبر من أرض فلسطين. خذلان القضية الفلسطينية والتطبيع كما يقول المحتشدون لم يمنعا حركات المقاومة من الانتصار وتلقين الاحتلال دروسا في التضحية والفداء والعزة والنضال، وثقت بعملية طوفان الأقصى زمن إذلال إسرائيل بالصوت والصورة. نعم يا أبناء فلسطين، اليوم أخذت فصائلكم زمام المعركة وزمام المبادرة، وباتوا اليوم هم من يغزون، باتوا اليوم هم يغزون قعر دار العدو. فنحن معكم وإلى جانبكم ولن نترككم وحدكم، وستختلط دماءنا بدماءكم، ومستعدون جدا مستعدون أن نشارك معكم بدمائنا وأرواحنا، ليس كلاما وإنما واقع. بيان مسيرات صنعاء أعلن حال الاستنفار الشامل شعبيا وعسكريا استعدادا لأي تطور ميداني يتطلب المشاركة المباشرة إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. طوفان الأقصى تبعه طوفان بشري هنا من صنعاء، مؤيد ومبارك للعملية الكبرى التي أذلت الاحتلال الإسرائيلي، عملية يرى المحتشدون أنها خطوة نحو توحيد الساحات لمواجهة الاحتلال والانتصار لفلسطين. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين.